حكومة السودان لابد لها أن تلجأ مستقبلا لترطيب الأجواء مع السيد الصدر على المدى الطويل. كما تعلم دكتور مناف، لا أحد يعلم كيف سيكون يعني رد فعل التيار الصدري على تشكيل حكومة منبثقة من انتخابات جرت قبل سنة تبوأ فيها صدارة الأحزاب. فهل يقبل أنصار التيار بمشهد سياسي يغيبون عنه؟ هل سيبقى سيد الصدر مراقبا للعملية السياسية، أو خلال الساعات والأيام المقبلة قد يصدر أو يعني ينشر تغريدة تقلب الأوضاع؟ يعني أعتقد أن السؤال طويل وفي مجموعة من المحاور، ربما قد لا أستطيع أن يعني أتذكرها بشكل كامل. يعني رد فعل التيار الصدري عما يجري دكتور مناف. إذا سمحتي لي، إذا نستغل الوقت يعني. تفضل. أقول من النهاية أن جمهور التيار الصدري هو جمهور منضبط يعتمد يعني بالنتيجة خلف قيادته، وهذا واضح يعني لاحظناه في الكثير من يعني من التظاهرات، من حتى حينما وصلت المرحلة إلى حالة الصراع وكان هنالك الكثير من الشهداء الذين سقطوا من التيار الصدري في ثورة عاشوراء، لاحظنا سرعة الاستجابة والانضباط من قبل يعني أبناء التيار الصدري أو التابعين إلى السيد مقتدى الصدر. وبالتالي يعني اليوم أعتقد السيد الصدر لحد هذه اللحظة هو يعلن بأنه معتزل للعمل السياسي بعيدا عن كل الإجراءات، لكن بالنتيجة موقفه واضح من حكومة السيد السوداني، قال بأنها يعني حكومة تابعة، حكومة محاصصاتية، حكومة حزبية، حكومة تعمل بهذا الشكل، وأطلق عليها أسماء كثيرة يعني تشير بشكل واضح إلى أن السيد الصدر وبالتالي التيار الصدري ورافض الحكومة التوافقية ورافض للمشاركة فيها. يعني عرضت الكثير من الأشياء على السيد الصدر والسيد لم يقبل لا في المشاركة، بل كانت تغريدته الأخيرة تغريدة قاسية منعت جميع المقلدين وحتى القريبين من التيار الصدري الذين لا ينتمون إلى التيار الصدري، منعهم من الاشتراك في هذه الحكومة لأنه يعتقد بأنها حكومة توافقية لن تكون يعني طويلة العمر في هذا المجال. ويعلم جيدا أن اليوم هذه التوافقات على تشكيل حكومة لن تستمر طويلا ولن تستقر، وبالتالي اليوم الخلافات واضحة على تقسيم الكعكة كما يقولون، وواضحة على عملية الاستحواذ وتحديد الوزارات. هذه وزارة يعني كما يطلقون عليها أم الخبزة، وهذه وزارة ضعيفة، وبالتالي تقسيمها بهذا الشكل والعمل على الاستحواذ على هذه الوزارات، أعتقد اليوم أن المواطن العراقي بدأ يعي هذه الإشكالية ويعي جيدا أن مثل هذه الحكومة لن تكون حكومة خدمية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بقدر ما أنها سوف تكون حكومة حزبية تعمل لأحزابها، سواء كان الانتخابات القادمة أو لمحاولة زيادة رصيدها أو زيادة جمهورها من خلال استغلال المنصب أو استغلال هذه الوزارة.